من المنتظر أن يعود فريق الوداد الرياضي لكرة القدم للمنافسة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الإقصاء المبكر من منافسات كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي بالركلات الترجيحية أول أمس السبت. وتعرف الوداد الرياضي على منافسه في الدور 16 نهائي كأس العرش، حيث جرت مباراة بين المغرب التطواني ومضيفي اتحاد تمارا انتهت بفوز المغرب التطواني. ومن المتوقع أن يتم تحديد الأسبوع الجاري كموعد لإجراء المقابلة لفريق الوداد الرياضي ضد المغرب التطواني، وفقا لما أكده بلاغ الجامعة الملكية عن أن مباريات السدس عشر نهائي كأس العرش ستجرى بعد نهاية الأسبوع الجاري. جدير بالذكر أن فريق الوداد الرياضي مقبل على العودة للمنافسة في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه فريق شبيبة القبائل يوم 17 فبراير الجاري، على أن يستقبل فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي يوم 24 فبراير، في انتظار استقباله كذلك يوم 3 مارس فيتا كلوب لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال.